مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من حدوتة مصرية نستعرض فيها أهم الأحداث الثقافية، فمرحبا بكم ومرحبا بزميلي محمد عامر. مساء الخير محمد. فاطمة أهلا بيكم، مساء الخير ومساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بحضراتكم ولقاء جديد وحدوتة مصرية. معنا مجموعة من الاختيارات في الحقيقة، يعني تساؤل كبير في الحقيقة وشديد الخطورة، كيف تواجه مصر الآثار المترتبة على انسحاب أمريكا من اتفاق باريس لتغير المناخ؟ يعني سؤال كبير ومهم شديد الخطورة والأهمية، فكرة يعني ماذا يحدث وهل ممكن دول أخرى تنسحب من هذا الاتفاق، وما الخطورة الواقعة على مصر تحديدا ودول أخرى؟ يعني في أقوال شديدة الخطورة في الحقيقة ومؤشرات شديدة الأهمية محتاجين نتأملها مع ضيفنا إن شاء الله الدكتور صالح عزب الاقتصادي البيئي في هذا اللقاء. تغير المناخ قضية تشغل العالم، فإلى أي مدى تشغل العالم العربي وإلى أي مدى تشغل المصريين؟ هذه نعم. القضية التي سوف يتأثر بها المصريين كثيرا في منسوب نهر النيل، في غرق أجزاء من الدلتا، في غرق الشواطئ، في نعم. تملح الأرض، قضايا كثيرة جدا خاصة بالبيئة نطرحها في فقرتنا الأولى. الفقرة الثانية فقرة عن المجتمع الإسرائيلي والهوية الإسرائيلية من خلال التعرف على طائفة الحريديم، الحريديم في إسرائيل ومشكلة الهوية والعلاقة مع الدولة وفكرة الصهيونية، أفكار كثيرة بنطرحها من خلال مفهوم كبير جدا وهو التصوف اليهودي، وبنتعرف على الفرق بين التصوف الإسلامي والتصوف اليهودي وتأثير التصوف اليهودي على المجتمع الإسرائيلي في الوقت الحالي. ده فقرتنا الثانية في حدوتة نعم، مصرية. في الحقيقة مشاهدينا الفقرة يعني أيضا هي فيها شيء من الصدمة الثقافية، فكرة هل الصوفية موجودة في اليهودية فقط أم في أديان أخرى، وفكرة هل مثلا هي موجودة في اليهودية بتشابه ما هو موجود في الإسلام مثلا، يعني وأمور الموضوع كثيرة. صحيح، يعني فكرة التصوف التصوف اليهودي تحديدا. نعم مطروح في الثقافة الغربية منذ فترة طويلة، ولكن نعم البحث اللي احنا بنناقشه النهاردة بيطرح مفهوم جديد للتصوف نعم اليهودي، لأنه شايف ان الحريديم وهو فئة أصولية سلفية زي ما احنا بنقول عندنا صحيح كده بيسميهم تصوف يهودي. فهل التصوف اليهودي مختلف عن التصوف الإسلامي، نعم وإلى أي مدى، وكيف وكيفية الاختلاف والتأثير؟ يعني نعم خصوصا ان الحريديم لهم تأثير سياسي، التصوفي المتصوفة عندنا نعم تأثيرهم في السياسي قليل، يعني وفكرة هل هو موجود في ديانات أخرى بقى في يعني المسيحية صحيح، مثلا هنشوف ده والإسلام مع الدكتور أحمد بهناسي صاحب الكتاب في الحقيقة، كتاب المتصوفة اليهود، دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. إن شاء الله الملف هيكون مع فاطمة. بعدها مشاهدينا إن شاء الله هنتأمل مع حضراتكم الدورة رقم 24 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي بالقاهرة، يعني ماذا يعني تغير عندما توقف أو توقفت دورات المهرجان لمدة 6 سنوات قبل أن يعود العام الماضي، أثار ذلك التفاصيل أكثر والدول المشاركة والعروض المشاركة، خاصة أن مصر بتشارك بثلاثة عروض، هي يوم أن قتلوا الغناء للمخرج تامر كرم، ومسرحية الجسر للمخرج وليد طلعت، ومسرحية شمان للمخرج سعيد سليمان. لماذا ثلاثة عروض لمصر في الافتتاح؟ يعني الأستاذة منى سليمان المدير التنفيذي لمهرجان المسرح التجريبي إن شاء الله تكون ضيفتنا في هذا اللقاء. الفقرة الأخيرة عن آخر تطورات في قطاع السياحة المصرية الذي شهد تدهورا كبيرا في الفترة الأخيرة، وأيضا شهد عدد كبير من المبادرات التي تهتم بالسياحة، فما نتيجة هذه المبادرات وما تأثيرها، وهل حققت النتائج المرجوة، وما الواقع الفعلي للسياحة في مصر، وما هي تأثيرات الأحداث الأخيرة في الغردقة مثلا على سبيل المثال في السياحة، وتأثير الإرهاب على السياحة المصرية، وأيضا الغرف السياحية كان اجتماعها النهاردة، مجلس الغرف السياحية دورها في دعم حركة السياحة في مصر مع الكاتب الصحفي أشرف الجداوي. فقرتنا الأخيرة فاطمة الملف معك إن شاء الله، لكن اسمح لي أن يعني أتساءل معك ومن فضلك تسألي ضيفنا، إحنا كمان قد إيه مقصرين
اتجاه السياحة، يعني إذا كانت هناك عوامل خارجة عن إرادتنا جعلت ملف السياحة أو الأداء السياحي تراجع في السنوات السبعة الأخيرة على الأقل، لكن إحنا كمان كنا مقصرين في حتى السياحة الداخلية، يعني فكرة الترويج، هل هناك مؤسسات بعينها هي المعنية بهذا الملف نحن مقصرة لم تقم بدورها طوال الوقت؟ فكرة إننا نفسنا داخل مصر ممكن نبقى مش عارفين نتحرك في أجازاتنا لو عندنا أجازات، والأجازات طويلة اللي ممكن لسه طالعين من أجازة عيد وأمور من هذا القبيل، ممكن معظم الناس قالت انها كانت بتزور داخل غرف المنزل فقط على درجة انها لا، الشوارع ليست آمنة، ليس لأسباب الإرهاب ولكن لأسباب اجتماعية. نعم المصري ابتدى يخسر ثقافته في التعامل مع الآخر والتسامح مع الآخر وحسن المعاملة. دي قضية كبيرة جدا، مش يعني عايزين، يعني هو لا ده اللي بقى موجود، دي لكن هل ده على موجودة من زمان إطلاقه؟ على فكرة، معاك حق. ولكن احتدت في الفترة الأخيرة، وكتير من السياح طيب أعلنوا أنهم هيروحوا المغرب أو تركيا أو لبنان. يعني إيه اللي يخليهم يجوا مصر طالما في سوء معاملة في مصر ثرية طيب وغنية؟ هنعمل ايه في ده؟ يعني هنسيب الناس هنعمل ايه في كمان؟ يزعجوا الزوار؟ اقصد ان هنا المزعجين هؤلاء المزعجون، يعني هل يتركوا هكذا ام يحاسبوا ام يضبطوا؟ يعني فكرة ان هو هذه المؤسسة، يعني فكرة ان انت ممكن تبقي جاية مطار القاهرة والمكان رائع وفي تجهيزات يعني رائعة وسائق تاكسي يفسد على القادم فقط حسابه او يتعامل معاه ازاي الزيارة، يعني يعني في بلاد كتيرة جدا مشهورة بالاستغلال او التعامل فيما يتعلق بالمادة، ده موجود ومعروف جميل كتير، بس دلوقتي المعلومات متاحة جدا. السياح بيعرفوا عدد يروحوا فين. الكيلومترات نعم والدقيقة، والمسافة بتتحسب بالدقيقة او بالكيلومتر، ويعرفوا سعر التاكسي كام بالظبط. اقصد في فده سلوكه حتى في اه مكان انتظاره اه غير فده منضبط. فده فده يمكن التحكم فيه ويمكن السيطرة هو ده اللي عليه، انا اقصده، لكن اننا السيطرة على لو الشارع هناك فاسدون يعني هنا يحاسبوا، كيف يضبطوا؟ يعني فكره انه من يواجه او يقابل السائح لابد ان يكون مثلا فريق له مواصفات خاصه او كذا، يعني يعني أعتقد أن الفكرة في ثقافة الشارع المصري اختلفت تماما، وأعتقد أنها هنناقشها على طيب مستويين. خلينا نقول ان ممكن السائح هنا مش بالضروره يلتقي بكل الشارع، يلتقي بالشعب كله. بفريق، لا يلتقي بفريق يخليه يزور، يعني مثلا انت لو زرتي دوله عربيه الان ممكن قوي يبقى في ناس مخصصه تلتقي بيكي لو انت قاعده اسبوع او اكتر، هم اللي معاكي طول متطوعين، الوقت، فريق طول الوقت متطوعين. معاكي، هتروحي اكتر 5 اماكن كل يوم او 7 او حتى مكان واحد، لكن برنامج زياره هنا انت بتستمتعي بالمكان وبفريق مصاحب لك بييسر لك امور كتير. فكره اننا نلاقي نقابل السائح بشكل ما، نتحرك معاه بشكل مهم بدون ان يعني نجعله يصطدم بكل الثقافات لا لا والسوق، لا، يعني هل هذا ممكن؟ الفكرة أكبر من كده، لأن احنا حتى واحنا بنناقش المسرح التجريبي هنلاقي إن جمهور المسرح التجريبي نفسه اتغير، طبعا هنلاقي إن جمهور المسرح ثقافته في التلقي احنا المسرحي كمان، اتغيرت، ففي تغير ثقافي كبير لكن جدا. هذا التغير يقف في حدود عدم الضرر، يعني انا معك جدا، يعني انا اتغيرت مثلا لكن اضر غيري ليه؟ يعني هنا واذا ضريت غيري هل احاسب ام اترك؟ يعني فكرة الحرية والتسامح وقبول للآخر أفكار مطروحة دائما، نعم والثقافة المصرية ثقافة تستوعب الآخر وتملك رؤية للعالم كله. أعتقد أن احنا قادرون على أننا أتمنى إن شاء الله إن نستعيدها، السياحة كمان تعمل ده، نستعيدها إن شاء الله. لأنها هويتنا الحقيقية وثقافتنا الحقيقية تتصف بالعالمية يعني والإنسانية. أنت دلوقتي خسارة تقدري تقولي للناس أهلا بكم خسارة. في مصر ولا تستني شوية عشان قبل ما يواجههم حد يزعجهم؟ لا طبعا، اهلا بيكم وانتوا نصيبكم يعني. لا لا، إحنا نقول أهلا بكم وإن شاء الله يلتقي بكم فريق. خلينا نقول بقى السياحة هتقول إزاي للناس، لأي زائر سواء حتى المصري نفسه لو راح مكان، إزاي إنه ممكن يعني ما يزعجش، يعني ما ينزعجش ويعود، يعني فكرة إنه يقضي وقت طيب في أي مكان داخل وطنه وهو مش منزعج يعني. يعني هي الفكرة مطروحة طبعا للداخل والخارج، صحيح. وإحنا يعني فكرة نوعية الحياة والاستمتاع بالحياة برضو تراجعت برضو بشكل كبير، لكن ربما. المصريين هيفضلوا طول عمرهم يستمتعوا بالحياة لأن دي ثقافة المصريين القدماء. نعم يعني نعم والاحتفال والأعياد دي الاستمتاع بالحياة، والسلام، فكرة السلام مع البيئة ومع الآخر دي فكرة مصرية، وأعتقد أنها موجودة. يعني مش معنى أن أنا بنتقد أن أنا بقول أنها مش موجودة، نعم مش معنى ان انا لا بقول ان انت في ظاهرة. منزعجة من ذلك، انت لا لا عايزة لا يبقى افضل، طبعا انا لا، معاكي. اصل النقد مهم جدا ايوه للاستمرارية انا بشوف ان الاجمل من النقد اننا والتحسن. نصحح بقى ونصوب اخطائنا او نصحح سلوكنا، يعني لا يكفي النقد مرحلة، التصحيح مرحلة انا بشوف انها ضرورية جدا حتى نعيش في سلام اكثر، يعني الامر مزعج، يعني ليه نضايق بعض؟
يعني هو ممكن في يعني العالم بيمر بتغيرات كبيرة جدا نعم وأزمات اقتصادية كبيرة جدا، لكن مصر فرصها في السياحة فرص لا تتكرر في أي دولة في صحيح العالم، صحيح، فدي ناقصنا وبالتالي يعني. في إهدار كبير جدا هو ده عارفه يا فاطمه، بقول لموارد السياحة في ان مصر. حتى على الاقل اذا كانت الناس لسه يعني واخده، يعني في الحقيقه في ضغوط كثيره جدا ممكن تكون ودت للنتيجه دي، ان الناس الى حد كبير ما بقتش يعني فكره السلام الى حد كبير ممكن تبقى قلت، لكن انا بتكلم على ان الاماكن اللي هنا مش اللي مش موجوده في العالم كله ممكن جدا من ياتي يزورها ويستمتع ويشعر بامان ويحيا امان دون ان يواجه هذه الضغوطات النفسيه لكتير من الناس. فكرة ان هو يأتي، انا شفت اخر مرة كان في حد من زوارنا بيزور مصر راحوا عند الهرم بيقول لهم ايه انطباعكم، قالوا احنا اللي شفناه ده بيبقى موجود بس في الاساطير، مش متخيلين ان الهرم ده موجود في الحقيقة، فتخيلي احنا بنتعامل مع الهرم احنا ازاي، لو عندنا الهرم بس كفاية، يعني فتخيلي لو احنا بقى عندنا بنتعامل معاه ازاي. يعني لا يعني ما انا بقول ان فكرة الثقافة، ثقافة المجتمع تحتاج الى طب من تغيير. فضلك انا بشوف وانا بعدي على الهرم المنطقة بتتغير فعلا، ايه اللي بيحصل فيها؟ ممكن تبقي تسألي في الملف معاكي، وامتى ممكن العالم يشوف المنطقة بتاعت الاهرامات بشكل مختلف جدا؟ يعني منطقة الهرم بيحصل فيها تعديات منذ فترة لا طويلة، دلوقتي وخاصة في بقى يعني اقصد انجاز رائع ان شاء الله. في في إنجازات، يعني بناء، في المبنى بيجهز بشكل انا بعتقد انه في خلال مش هقول شهور ربما مش سنة تقصد ويزيد، المتحف المصري الجديد؟ لا المكان كله، المكان كله المكان بيستعد بشكل مختلف جدا، مش عارف فيه ايه، ارجو ان انت تسأليه ويكون في تفاصيل كويس، ده خبر كويس، دي ان شاء إشارة الله. كويسة هنبدأ بقى جدا. ان شاء الله نبتدي الفقرة الأولى عن منطقة الاهرامات. عن الآثار المترتبة على انسحاب أمريكا أو الولايات المتحدة من اتفاق باريس لتغير المناخ مع محمد عامر بعد الفاصل، فانتظروا.